تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتماسين من وضع حد لنشاط أحد تجار الجملة للمواد الغذائية بإقليم ولاية تجرت، وذلك بحجز كمية معتبرة من مسحوق الحليب والمقدرة ب 22 قنطار و 40 كيلو غرام موزعة على الشكل 3840 كيس و 600 علبة بقيمة مالية مقدرة ب 230 مليون و 880 ألف سنتيم كانت على متن الشاحنة. التحقيق أسفر عن توقيف 3 أشخاص متورطين في القضية، وتم رفع ضدهم المخالفة جنحة المضاربة غير المشروعة، وجنحة إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية، جنحة عدم مطابقة الفاتورة، وجنحة تحريف فواتير وهمية.